ادعوا له ان شاء الله يعوض له ربي يعوضك. ايه كمل يا اخويا. تسمعني في الدولي موطو، وهذه كما قالك الاخ تواجه صعوبات، هو مازال بالك 6 شهور شهر فيها مازال ما داولوش فيه لهم، مازال ما تعرفش بعيد شهر كاش ما حادث، احنا ما نتمناولوش. والشرطه كما قلت تاع الشرطه هي تكون فيلو ايفيتي لا بوليس، بصح تكون بالموطو شويه فيها افضليه. نو بالموطو فيها شغل لا بوليس بزاف. فيها يعني بالفيلو خير من الموطو، بالفيلو خير من الموطو مقارنه مع رجال الشرطه. يا اسمع، الفيلو ما يحبسوكش ما يحوسوش عليك، بصح تكون بالموطو فيها ريسك بزاف، اللي يحكموك يدوك الموطو ما يكونش عندك بيرمي. مشكل يزيدو يغلقوا لك الاب. يقول انت نفس السؤال مع رجال الشرطة؟ ما عندي مضايقة مع رجال الشرطة، ما نكذبش عليك. لاسيرونس مني ذاك لازمك كل يوم كل سمانة تشيكي لاسيرونس تاعك تاع الموطو، هو بايك ماشي كيما موطو، ماشي كيف كيف فوالا، ماشي كيف تسمى. لازم تكون عندك مني ذاك لاسيرونس، مني ذاك طاكس لاسيرونس تاعك، كل حاجة لازمك تكون ذيك لو موطو كل يوم صباح تنوض تشيكي لا لا هيكو. وي هذه كي شغل اللي يخدمها هنا كيما حنا نخدموا مضطرين، يعني واش تيترو ترى، يعني ما عندكش حل اخر، يعني من بين من غلطتي انا كاين اللي غلطتي هو ما قراش اللغه في البلاد ولا ما دارش حرفه ولا ما طلعنيش اللغه اللغه انا بلا لغه والحمد لله انا عندي صاحبي ما قرا ما شنو يخدم الداخل كلشي مكاتب كتب يعرف العفسه يهضر معاهم. لكن نعود نولي اللو ما خليش بلاستي في الكوزينة، ما نعودش نخدش، يعني انت كنت تخدم في المطبخ وسمعت سمعت في الجو ديليفري فيها الدراهم وفيها كذا، وخدم عند روحك سمعت في خدمتي وكذا مني، وتوجهت العمل تاع الديليفري عندك دي يعني اوف، عندك تسمح لك الفرصة تندمج في المجتمع تتعلم اللغة ديليفري ما تخليكش تتعلم اللغة، يعني هذه من السلبيات تاع الديليفري. من السلبيات تاع الديليفري وليد. وش رايك في ظاهره الا نسمع انا بوم بزاف عباد صارت لهم هيكو تاع الاحتيالات تاع لي كري والكونت، ومن بعد يقول لك الكونت ما يعرفش اي شغل كيما نقولوا يدوره يديله الكونت يديله دراهم ويخليه. هذه تصرفات صارت. سمعت ياسين هذه الحكايات هكذا ولا جامي سمعت؟ سمعت مي بصح انا انت ما صرات لكش. انا كريت عند واحد ديما معايا كونفيونس بصح اسكو سمعت الناس بلي ربما كاين ناس كراو لهم دي كونط ابري دالو دراهم. سمعت بهاد الحكايات؟ انا سمع شوف اسكو كيفاش راكم تواجهوا مع الشرطه؟ كيفاش راكم تتعاملوا مع رجال الشرطه بما ان يعني غير قانونيه وكذا؟ كيفاش راكم تتعاملوا؟ اسكو فيه مذايقات من طرف رجال الشرطه او عوان الهجره ولا ما كاش مذايقات خويا هيكو؟ هي فيها مذايقات ديما فيها ديجا ناس من اللي فات الدولي موطو. ربي يعوض له خير ان شاء الله. ادعوا له خاوتي ادعوا له ان شاء الله يعوض له ربي يعوضك. ايه كمل يا اخويا. تسمعني في الدولي موطو، وهذه كيما قالك الاخ تواجه صعوبات، هو مازال بالك 6 شهور فيها مازال ما داولوش فيه لهم، مازال ما تعرفش بعيد شهر كاش ما حادث، احنا ما نتمناولوش. والشرطه كيما قلت تاع الشرطه هي تكون فيلو ايفيتي لا بوليس، بصح تكون بالموطو شويه فيها افضليه. نو بالموطو فيها شغل لا بوليس بزاف. فيها يعني بالفيلو خير من الموطو، بالفيلو خير من الموطو مقارنه مع رجال الشرطه. يا اسمع، الفيلو ما يحبسوكش ما يحوسوش عليك، بصح تكون بالموطو فيها ريسك بزاف، شغل اللي يحكموك يدوك الموطو ما يكونش عندك بيرمي. مشكل يزيدو يغلقوا لك الاب.
ابليكيشن تاع اللي تخدم بها. واخ ياسين نفس اسكو عندك مشاكل مع رجال الشرطه ولا ما كانش بالفيلو ولا بالدراجه انت؟ بالفيلو. فيلو يعني بالفيلو ما عندكش مشاكل مع ما كاينش بلاصه ما خليتهاش محبسوني يعني كمون لي راهو الله يبارك جايبها يا خويا بصحتك. هي قول انت نفس السؤال مع رجال الشرطه. ما عندي مضايقات مع رجال الشرطه ما نكذبش عليك. لاسيرونس مني داك لازمك كل سمانه تشيكي لاسيرونس تاعك تاع الموطو. هو بايك ماشي كيما ماشي كيف كيف فوالا ماشي كيف كيف. تما لازم تكون عندك مني داك لاسيرونس مني داك طاكس لاسيرونس تاعك كل حاجه كل حاجه لازمك تكون ريغلومونتير. كل يوم صباح تنوض تشيكي لاسيرونس تاعك. انا صراو لي مشكل مع لابوليس ما شفتش لاسيرونس باللي كانت مكنسلا. خرجت خدمت نخدم حتى حبسوني زيروني سي بوان من البيرمي تاعي بروسي 300 بوندا و سي بوان سي بوان على بالك واش معناتها شحال تقعد باش تعاود تولي لك البيرمي تروازو باش تعاود تولي لك هذيك السي بوان البيرمي تاعك. انا ما خدمتهاش ما على باليش تروازو باش تولي لك السي بوان على جلبك لاسيرونس ميتا وتعاود تدير لاسيرونس في الدقيقه هذيك عاود لاسيرونس. ثم تواجه مشاكل فيها. يعني هذه من بين الصعوبات اللي موجوده في العمل تاع ديليفري ولو انه الجميع يفضل العمل تاع ديليفري. هدرنا على اضرار العمل بصح ما لاحظتوش انه كاينه حاجه انه بالرغم كل هذه الصعوبات وكل هذه المشاكل اللي تصرف ديليفري الناس راهي تخدمها. يعني بالرغم من ذلك باشكم تقولوا فيها صعوبات مع رجال الامن فيها سرقه الدراجات وما الى ذلك بصح الجزائري تلقى يخدم ديليفري. يعني علاش ما يفكرش انه مثلا قبل ما يخدم ديليفري ويجي يخدم ديليفري علاش ما يديرش حرفه ويطلع يخدم ديليفري افضل؟ لا هيكو وي هذه كي شغل اللي يخدمها هنا كيما حنا نخدموها مضطرين. يعني واش دير ترق يعني ما عندكش حل اخر. يعني ما عندكش حل اخر يعني من بين من غلطه تاعنا كاين اللي غلطه تاعو ما قراش اللغه في البلاد ولا ما دارش حرفه ولا شغل طلعنيش على الغربه. وانا واحد من الناس شغل ما خممتلاش شغل جاتني اوكازيو تاع نطلع الغربه طلعت شغل بلا بطلت القرايه جيت ديرك شغل ما خممتش ندير ديبلوم ما كاش عندي وقت. شغل دوكا من احسن الناس اللي جايه شغل ديروا ديبلوم اي ديبلوم حرفه الحرفه واللغه هادو زوج صوالح هادو باينين مفروغين منهم تجيبهم معك وروح وبعدين تكل حتى العربي شغل تعيش غربتك تاعي خدمه. ياسين واش راك تشوف فيها سكو مليح الواحد يطلع بحرفه خير وقت تنصح الناس يعني ديليفري كشوف لي ديليفري فيها شويه صعوبات كرام يقولوا ولا نورمال عادي ما يطلع بواحد بلا حرفه يقدر يخدم ديليفري ويا تنصحوا بديلي بحرفه خير ولغه وما الى ذلك حاجه بين اللغه والحرفه هما الصح. على حسب رايك انت واش من الحرف اللي مطلوبين في هنا في بريطانيا اللي بالك الناس تشوفهم باللي عم يحوسوا على هذوك الحرف؟ اسكو عندك معلومات ممكن دوك كيما الحرفات واش تجيب معاك مليحه والخدمه كاينه بصح البروبليم ماشي في الخدمه اللي ما كاش ولا بصح الكواط كيفاش تدخل يعني العمل يعني العمل بطريقه غير قانونيه فيها صعوبات لازم لك حلول اخرى باش تشتغل بطريقه قانونيه هنا في بريطانيا اللي تطلب الاوراق في كل تقريبا في كل وضع وين تروح يقول لك ولا عندك رايت ورك ولا عندك بصح كاين امور اخرى الناس يديرها ربما يتخدم يلعب بالك بها كاين حاجه باينه هذه اه سما كاين امور اخرى عبر هذيك العفسه اللي تسركك اللغه كي دير العفسه هذيك اخرى اللغه تسركيك طون بلاص بها اللغه يعني عطيني حاجه ضروريه هيكو هذا ضروريه كي تخدم بالعفسه هذيك الاخر اوكي ضروريه اللغه كما انا بلا اللغه والحمد لله يعني الحمد لله انا عندي صاحبي ما قرا ما شاف ويخدم الداخل كلشي ما كاتب يكتب يعرف العفسه يهضر معاهم عادي اكيد اللغه تساعد كولات الانجليز تطلب اللغه نطلب اللغه في الحرف في المطلب لا حرف لا لغه. ربما عدد تزايد عدد اللاجئين كان احد الاسباب اللي لم يجوا على البحر من فرنسا وما الى ذلك وقوى لانه في سنه 2022 بريطانيا منحت صدرت نصف مليون تاشيره الى بريطانيا. نفس السؤال هيغو عفوا هيغو الله شوقي اكتشف بانه تنصح الناس انهم يعني يجوا يخدموا يجيبوا بحرفة لغة وما إلى ذلك ولا أنه نورمال عادي يطلع ويتكل على الدليفري ويجي يخدم بها. نشوف فيها اللغة والحرفة مثلا وشنو هما المهن اللي راك تشوف فيهم بحكم تواجدك هنا؟ عندك كيما ميكانيك الدراجات النارية عندك حلاق عندك هذو ما مسحقش بهم الأوراق كيما كان يقول الزميل قبيله هذو ما صوالح مسحقش بهم أوراق
هذوما يعني كاين بعض الوظائف والمهن ما تطلبش الاوراق، ما تطلبش الاوراق، تطلب مهنه الحرفه، تكون حرفه تاع يدك، جيب حنه اليدين كما يقولوا. زيدنا باش نوضحوا برك للمشاهد الكريم انه كي نقولوا حرفه ما نقصدوش الشهاده، لانه صرا واحد الموقف طريف مع واحد الشخص اللي مع كل احترامات يعني باش نحكي لكم برك، جاب معاه سبعة لي ديبلوم، خدم سبعة لي سبع شهادات وطلعهم معاه وشراهم باكم على بالكم، ولكن هذا خطأ، ما تهمش الشهادة. هنا الشهادة غير معترف بها، هنا الشهادة في بريطانيا غير معترف بها، حتى عندك شهادة من الولايات المتحدة الأمريكية غير معترف بها. الحاجة اللي معترف بها هي يديك، واش تقدر تخدم يديك، بالمقابل حيدير لك تيست، يدير لك يجربك باش يعطي لك، يعطيك اكيد العمل. دي اخويا العام هيغو، اسكون ندمت كي خدمت كي اتخذت هذا الموقف تاع ديليفري ولا ما ندمتش؟ يا الحمد لله صح. يعني لو كنت تولي اللور تقول ما نخدمهاش ولا؟ طبعا اي انسان كون دوك تخدم فيها تطول فيها تقول كوني ما خدمتهاش من قبل، كوني يعني خدمت حرفه واحده اخرى، صبرت يعني كما قال الاخ عند العرب ما يخلصوش مليح، يا سفري ما يخلصوش، بصح ترفد من عندهم، تعلم، تطلع شويه شاف، تولي شاف، بعد تروح وين ما تروح تخدم، تبدا تخدم بالسومه اللي تحب انت. بصح كيما ديليفرو دوكا واش تروح تبطل الخدمه تاع ديليفرو واش تروح تخدم؟ يعني من بين الاكثر المواقف الصعبه الشخص اللي يديرها ويتوجه الى الهجره هو انه يستقر في دوله اوروبيه بدون حرفه وبدون لغه، وهذا الامر صعب جدا. وانا كنت نحكي مع بزاف ناس وكنت نحكي على بزاف هذا الموضوع، غربه صح مليحه، مش مليحه، ولكن فيها بزاف صعوبات. الانسان ما يعتقدش ان كرانا هنا ربما هي سهله، اكيد بالنظر، واكيد كاين ناس يقول لك انا نتصوروا في برايس ملاح، بيان سور، واش حبيتني نتصور؟ نتصوروا في بدون زبل باش نبين لك بلي الانجليزيه انا بين بلي حنتصور في بلايص شابين بين قوسين فقط. ياسين، ديليفري ساعداتك يعني؟ لو كان يعني يعني انت اكيد تعجبتك ديليفري، ما شكيش راح تقول لي ما تبدلهاش ديليفري صاحبي، غير ديليفري تبدلهاش صح، هكا مقا خير منها، تلقى ما خير، معني ما ندمتش كي تخدم ديليفري، الحمد لله ما ندمتش. ايه ما ساعداتو شوقي، ما ندمتش كي خدمت ديليفري. ولو كانت تولي، لو كانت تولي بك اللور، جاوبني على دي تاع ندم تاع ديليفري، ومن بعد لو كانت تولي لور ما لو كان نعاود نولي اللور ما خليش بلاصتي في الكوزينه، ما نعاودش نخدم. يعني انت كنت تخدم في المطبخ وسمعت؟ كنت نخلي سمعت في جو ديليفري، ديليفري فيها دراهم وفيها كذا، وخدم عند روحك، سمعت في خدمتي وكذا مني، وتوجهت للعمل تاع الديليفري. يعني كيف وما ديك وليت نشوف باللي مع الوقت صح سيفري خدام عند روحك، بصح شتا عليك انت وانت حاشك وحاشا قدرك انت والكلب كيف كيف، كاش ديفيرونس؟ يعني كيف شتا طيح عليك كل حاجه، طيح عليك الريح عليك لي زاكسيدون عليك، واش ما واش ما حياه غدوه ما غدوه تتعرف المدام ما تقول قول انا نخدم دي ديليفري وتحشم تحشم. يعني بالك بسكلينو ديليفري يخدمها الكثير من المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين. ايه تحشم ما يعني كاش كيف. يعني ندمت انت؟ انا ندمت، لو كان نولي للور شويه للور، هذوما دوزون للور، ما نخليش بلاستيك. وشنو هي الرساله اللي تقدر توجهها للناس اللي راهم حابين يطلعوا بلا ميتي ويحبوا يخدموا ديليفري؟ يا خويا توجه خير من اللي ما كاش، تعيشك توكلك تشربك لا قبل ما يطلع. اسكت واش تقولوا زعما انا قبل ما يطلع قبل ما يطلع جي بريفير صناعي، دير فيه صناعي يخدم لي 8 غ تاعو، وما يخدمش من الصباح لليل، مني داك ب 12 ساعه 13 ساعه 14 ساعه وحنا فوق الموطو، على بالك واش معناتها مني داك تكون الخدمه ما كاش، ما تجيبش نهارك، لازمك تجيب نهارك ب 13 ساعه وانت فوق الموطو، واش راك حد دير واليد؟ صح صح، هذه صعوب من صعوبات يعني. شتا الثلج، الثلج مني ذاك كل يوم تشوف انت في الميتيو واليد، اسكو طيح شتا اسكو ما طيحش، تخاف تولي تخاف لا يطيح الثلج، على ما تنجمش تخدم. انت واليد بصح واحد خبي يخدم لي ويتيغ تاوعو كيما هو كيما الناس، يشوف الناس يلبس مليح كذا منا يحطط، تم حياتك كاسك حوايج تاع الشتا، هذه هي حياه الديليفرو. حياه الديليفرو كيما واحد قال لي حنايا كاسك موطو، كاسك موطو، هذه ماهيش حياة. ما تخليك تتعرف على بنت باش دير لك وقتك، ماكش راح تتعرف، ماكش راح دير لك وقت فيها الا ما رحم ربي، حاجة مكتوبة تاع ربي. بصح باش تقول لي بكل ديليفري ندير لك وقت، ما عندك وقت باش تتعرف على البنات، ما عندكش وقت. يعني ما عندكش فرص انك مثلا تتعرف على فتاة للزواج وما الى ذلك. ايوا واحدة تكون خدام في بلاصة في كيتشن ما على باليش تتعرف تقصر كذا منه، عندك يعني ممكن عندك تسمح لك الفرص تندمج في المجتمع، تتعلم اللغة. ديليفري ما تخليكش تتعلم اللغه، يعني هذه من السلبيات تاع الديليفري، من السلبيات تاع الديليفري. وريت واش راك في ظاهره الى انا بزاف عباد صارت لهم هيغو تاع الاحتيالات تاع
تالي كري والكونت ومن بعد يقول لك الكونت بلوكها لي وكذا. انت سمعت بها والناس يديروها صح ولا راني غلط في هذه المعلومه؟ يا صح يديروها كاين فئه يديروها جاليه العربيه توعنا يعني العرب ماشي توعنا بالعرب ولا تيريين في بعضهم كاين واحد تيريين يديروها كراو توعنا جدد اكونت شافهم جددوا منا يقول لك نحقروا ما يعرفش اي شغل كيما نقولوا يدوره يديله الكونت يديله دراهم ايه ويخليه. هذه تصرفات صارت. سمعت ياسين هذه الحكايه هكذا ولا جامي سمعت؟ سمعت مي بصح انا انت ما صرات لكش. انا كريت عند واحد ديما معايا كونفيونس بصح سكو سمعت ناس بلي ربما كاين ناس كراو لهم دي كونط ابري دالو دراهم. سمعت بهذه الحكايات؟ انا سمع شوف واش نشوف فيسبوك قدام اللي عرفتهم ما انا معني في الواقع ما تعرفش كاني يعني داولو كونت ولا سرقوا له شو كاين في السؤال لسكو سمعت الناس لأن ظاهرة الاحتيال هنا في بريطانيا معروفة بزاف خاصة من طرف الجالية العربية مع الأسف الشديد هذه حقيقة بزاف كاين يداولهم كاين يعني الناس اللي عندهم أوراق استغلوا اللي جاوا جدد وما يعرفوش يكري له كونت وما ديك هي ماشي شغل ماشي المحسوب تكون تعرفوك شغل هكا يكون متقلب لك هذوك تاع التواصل الاجتماعي اللي يحط لك في التواصل الاجتماعي عندي حساب للكراء وكذا من هنايا هو يحط لك ناس ديموندي مسكينه الناس محتاجه باش تخدم تروح تقول له إيه نكري عليك يكري لك كذا من هنايا يخليك تخدم من السمانه الاولى يعطي لك الكونت واللي يقول لك قدمي ديبوزيت كيف واحده من الزوج يشد عليك الديبوزيت يكري لك الكونت يخليك تخدم من السمانه وما ديك تمسح لك فمك يعني هذه الاشياء اللي تصرف تصرف الاحتيالات من طرف وماشي غير في جبل ربي حتى في الكيرة في الكيرة تاني صرات الظواهر لا في الكيرة حاجة قليلة ما سمعتش بها انا سمعت بها في الديليفرو الناس سرقت الناس في الديليفرو بصح الكيرة ذكين الناس تروح تكري عندهم نورمال كاين طرق اخرى تاع الاحتيال مثلا يتفاهم مع واحد يديه لدارو ابري خلص ابري موراه فانجور يجي خرجو عبكي بروفيتيو تخلص بالام ولي لا اي بصح تعطي له هذيك الشهر ابري فانجور ولي يجي هذه صرات للعيبه نعرفهم دولهم 400 باوند واحد كرا لهم في برمنغهام كرا لهم كي كرا لهم تخلصوا ابري موراه بحث سما 15 يوم لا جا بنادم واحد اخر خرجهم صرات احكي لنا شو هذه القصه هذه صاحبي شاف واحد الواحد يكري في شومبرا راح ليه تفهم معاه دخله ولا لا شومبرا فتح ليه طلع المفتاح وخلصه نورمال صاحبي كان نيه فاني شويه ومن بعد كي خلصها السيد جا راح جاب دوزين وجاي يسكن جا لي شخص اخر قام يسكنها انت واش كدير هنا قالوا بلاني كريت غير البارح قالوا لا ما هذه السكنه قالوا تاعي راني كاري هنا وسيد اخر مش عارف كاين طريقه تاع احتيال طلع مفتاح اخر يتفهموا ظواهر الاحتيال هنا واحد الانسان